بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إزيكم يا شباب؟ النهاردة إن شاء الله هنكمل المحاضرة 14 من الكود ستريب، وهناخد فيها تعامل مع النماذج الجزء السابع. وأنا عارف إن إحنا طولنا في النماذج شوية، بس هي عشان فعلا هي مليانة حاجات كتير قوي، فإحنا بنحاول ناخد منها أكبر قدر من المعلومات. أول حاجة، إحنا آخر مرة وقفنا عند الجزئية ديت. إحنا عملنا قبل كده نموذج بيكون المايل بالشكل دوت، نموذج بيكون افقي او عمودي بالشكل دوت، وبيتوزع على الشبكه كمان. وعرفنا ازاي نتعامل مع التكست اريا، عرفنا ازاي نتعامل مع مربعات التشيك بوكسز اللي هي مربعات الاختيار، عرفنا كمان ازاي نتعامل مع زرار الراديو اللي هي الراديو بوتونز، عرفنا كمان نتعامل مع المالتي ميديا تشويس منيو بالشكل دوت، عرفنا نتعامل مع مربعات النصوص اللي هي ديسيبولت، عرفنا نوزع مربعات النصوص على الشبكه بالشكل دوت، عرفنا كمان نعمل مربع نص ويكون مع ايقونه زي كده، عرفنا نعمل مربع نص ويكون عليه تكست في البدايه على هيئه بري بند تكست بالشكل دوت في عن طريق سبان، عرفنا كمان نحط مربع نص ومعاه كمان بوتون بالشكل دوت عشان نعمل حاجه زي البراوزر بهذا الشكل. طيب هنكمل، هنيجي على الدليل موفر وهنرجع تحت كده تحت اخر حاجه في الكود كنا هنا. تمام كده، لو احنا كتبنا انتر، لو ضغطنا انتر بالشكل دوت وقلنا بي ار تاج، بي ار تاج تمام، وعملنا كمان اتش ار تاج بهذا الشكل، وبعد كده قلنا هنشوف الحاجه الثانيه اللي بعد كده. الحاجه الثانيه اللي احنا ممكن نعملها هي التحكم في السايزنج بتاع الايه، بتاع الانبوتس. تمام كده، يعني ممكن نعمل باراجراف نقول له احنا دلوقتي يعني نتحكم فين في السايزنج، دلوقتي هنتحكم في السايز، تحكم في السايزنج الخاص بمربعات النصوص، مربعات النصوص ولكن بالشكل ايه؟ بالشكل ده. تمام كده، كنترول اس ودي في الكوش نفتح مره ثانيه وهنشوف اللي هيحصل ايه. كده عملنا اتش ار تاج تمام، وعملنا بي ار تاج، وحطينا كمان التكست هنا او الباراجراف هنا. ممكن نخليه نديله كلاس تكست رايت ايش رايت كنترول اس وبعدين في 12 مره ثانيه هبص الاقي النص دي ناحيتي ناحيتي دي عشان انا عاوز اشتغل. تمام تمام طيب هنعمل ايه كمان؟ هنروح جايين كده ونشوف الانبوتس ونحط لهم الكلاسات المناسبه ليهم. الكلاسات اللي تتحكم في المقاس بتاع الانبوت نفسه هي حاجه اسمها الفورم كنترول ال جي والفورم كنترول اس ام. تعال نجرب، هنيجي هنا وهنختار الكيس ده ونقول انبوت. اوكي، في الانبوت دوت هيدي كلاس، والكلاس دي هتكون فورم كنترول اول داش كنترول اهي، وبعد كده هيكون في كلاس ثانيه اسمها الفورم كنترول ال جي، فورم داش كنترول اهي، فورم كنترول ال جي، فورم ال جي. دي معناها ان مربع النص ده هيكون كبير شويه عن الديفولت اللي هو ايه المعتاد. تمام كده، طبعا هنيجي نقول التايب بتاع التكست تكست بهذا الشكل، وهنقول له كمان ان البليس فولدر بتاعك بليس فولدر هيكون مكتوب فيه مربع نص كبير، مربع نص كبير. اوكي، نقفل كنترول اس بعدين في الكوش. بص كده يا جماعه، اتحط هنا مربع نص، وهتحس ان مربع نص ده النص اللي بتكتب فيه هيكون كبير، سواء كان بالعربي او بالانجليزي. طيب تعالى نشوف الديفولت، الحجم الديفولت، الحجم الديفولت يبقى حاجه زي كده. تعالى نجربه برضه، هنيجي هنا ونعمل انبوت في الانبوت دوت، هنعمل كلاس
لك لا فلت، بس هحط لك راسها فلت كنترول بس على الكلاس. صور داش كان دي الكلاس اللي هي ايه موجوده فورم كنترول. بعد كده التايب بتاعها يبقى عباره عن ايه تكست، التايب بتاعها تكست تمام كده. البليس فولدر بليس فولدر هنكتب فيه الحجم الافتراضي، الحجم الافتراضي اللي هو الديفولت بتاعنا بتاع الحجم بتاع مين بتاع التكست بوكس في معدود ايه ستريم. ادي كنترول اس 12 مره ثانيه. لو انا نزلت كده ده الحجم الافتراضي بتاع 4 ونص، شايفين ده 4 ونص الكبير، ممكن نحط بي ار تاج ما بينهم. بي ار تاج ده المربع الكبير وده المربع الافتراضي. تعال نشوف بقى المربع لو يكون حجمه صغير كده شويه. هنيجي هنا وهنختار هناخد برضه انبوت بوكس انبوت بالشكل دوت. هنيجي له كلاس فورم كنترول تمام كده، وهنيجي له كلاس كمان فورم كنترول فورم كنترول داش اسم. وبعد كده هنديله تايب تكست، تايب تكست تكست بالشكل دوت. وهنديله كمان بليس هولدر، بليس هولدر والبليس هولدر دوت هيكون عباره عن مربع نصيص. يبقى ده الحجم الكبير، ده الحجم الافتراضي، ده الحجم الصغير. تعال نخلي بس بي ار تاج عشان يبانوا كلهم. خد دي كنترول اكس كنترول في كنترول اس ادي في 12. لو نزلت تحت هنا ادي مربع نص كبير الحجم الافتراضي، مربع نص ايه صغير. دي الاحجام بتاعت مربعات النصوص عن طريق الفورم كنترول ال جي وفورم كنترول اس. تمام تمام طيب هنيجي بعد كده تعال نجرب ان احنا نعمل فورم على بعضيها كتمرين. نعمل فورم على بعضيها، نعمل اول حاجه بي ار تاج واتش ار تاج. بي ار تاج وادي اتش ار تاج اوكي تمام كده. وبعد كده هنعمل فورم على فورم بالشكل دوت. وبعد كده جوه الفورم هنبتدي نعمل فورم رو ديف دي كلاس فورم رو داش اوكي على ديف تمام. وبعد كده هنعمل ديف جوه الديف دوت هنديله كلاس، الكلاس دي هتكون كولم ام دي 6 داش ام دي داش 6 اوكي. وهنديله كلام كمان ام بي، ام بي هيكون برضه 3 اوكي. ده الديف. وجوه الديف دوت هنبتدي نعمل ليبل، والليبل دوت يا جماعه الفور، والفور ده فاليديشن سيرفر دي بعد مش ده اسم بس مجرد اسم فاليديشن سيرفر 01 اوكي تمام. وبعد كده فاليديشن 01 وهنحط فيه الاسم الاول، الاسم الاول اوكي تمام كده. وبعد كده هنعمل انبوت انبوت
الانبوت ده هنديه تايب تكست، تايب بتاعه تكست اوكي، وكمان هنديله كلاس فورم كنترول دش اوكي، وهنديله كلاس كان حاجه اسمها ايزي اس دش تمام كده تمام. و هنديله اي دي، الاي دي دوت هيكون فاليديشن سيرفر 01 سيرفر 01 اوكي تمام كده. وهنديله فاليو استراليا ولكن مصطفى تمام كده. وهنقول ان هو ده ريكوايرد يعني بالشكل كده، وهنقفل الانبوت بتاعنا تمام تمام. كمان هنعمل كلاس للريديشن فيدباك وديف، هنقول له كلاس وفي الكلاس ديت هنديله فاليديشن او فاليد فيدباك اهي تمام كده. بس انت شغال على سيرفر، الفيدباك ده بيجي من السيرفر كده تمام. خلصنا من ده. عندك ديف وديف تانية لحد هنا تمام. ممكن ناخد دوت على بعضيه، هو بنقعد هنا لحد هنا واختار كنترول سي وانزل بي كنترول في تمام كده. هيبقى عند ديف في كلاس كولوم ميديوم 6 والام بي 3 تمام كده، وهنا فاليديشن 02 تمام. وبدل الاسم الاول هيكون يا جماعه الخير الاسم الاخير اوكي، وهيكون تكست في عندك تكست ونفس الكلاسات فورم كنترول از فاليد تمام. والاي دي بتاعك هيكون على سيرفر 2، وهنا الاسم يكون مصطفى ايه الزبدي وهيكون برضه ايه ريكوايرد. وهيكون عندك في كلاس ديف دي كلاس فاليديشن فيدباك، وهنكتب فيه يبدو ايه يبدو برضه ايه جيد تمام كده تمام. وهنقفل الديف بتاعنا تمام تمام. لحد هنا ده يعتبر الرو، لحد هنا ده يعتبر ايه الفورم. تعال بس كنترول اس ونشوف هيبقى شكله عامل ازاي. ف 12 من تحت المفاتيح 5. بص كده يا جماعه هتلاحظ هنا مكتوب مصطفى الزويدي تمام كده، وكلمه يبدو جيدا الاسم الاول والاسم الاول عشان نعالج بس مشكله الاسم الاول اللي بدل ما هو ناحيه الشمال هنخليه ناحيه ايه ناحيه اليمين. ممكن نجرب ان احنا نخلي الفورم نفسها كلها على بعضيها تكست رايت بس تكست رايت تكست داش رايت. ما كانش كده بتحطها مع مين؟ مع الليبلز مع الديفات. تعال نشوف كده كنترول اس وف 12 ونشوف هيعالج الموقف ولا لا. اهو كده بص كل حاجه ناحيه جت ناحيه ايه اليمين. يبقى ده الاسم الاول وبعد كده مصطفى، ده مربع نص كافتراضيا يعني يجينا مصطفى الزويدي ده الاسم ايه الاخير. وهنا الفيدباك يبدو جيدا يبدو جيدا وعلامه الصح ايه موجود تمام كده تمام. طيب تعالى نعمل رو تاني، نعمل رو ايه تاني. وفي الرو ده هنعمل كذا ايه حاجه. تعالى نخش هنا في الحته دي وهنعمل ديف دي كلاس كلاس دي 4 داش فورم ايه تمام كده تمام. وهنقفل ايه الديف بتاعتنا كده اتعمل لنا رو جديد
تمام كده، وهنعمل فيه برضو انبوت ولكن المدينة. يبقى هنعمل اول حاجة ديف وكلاس كولم ميد 6 كولم داش 6 تمام كده، 1 بي 3 داش 3 تمام كده، وهنقفل الديف ده كمان. تمام. وبعد كده هنعمل ليبل. وفي الليبل دوت هنعمل فور، والفور دوت هيبقى فاليديشن سيرفر سي دي برضه، ده اسم يعني ما تتحطش باسم، فاليديشن سيرفر 03 اوكي تمام كده. وبعد كده هنكتب المدينه اوكي تمام كده. بعد الليبل دوت هنبتدي نعمل انبوت انبوت، والانبوت دوت هنديه بتايب تكست، وهنديله كمان كلاس فورم كنترول داش كنترول تمام كده، فورم كنترول برضه از فاليد داش لوحديها ودي اشتغلت لوحديها تمام، او از انفاليد خليها انفاليد از انفاليد عشان تبقى باللون الاحمر تمام كده. وبعد كده نديها اي دي، والاي دي دوت هيكون فاليديشن سيرفر تقريبا سيرفر وهنديها كمان اريا ديسكرايبد باي داش ديسكرايبد باي اريا ديسكرايبد باي فاليديشن سيرفر زي داتا فيدباك كده، وهنخليها ريكوايرد ريكوايرد بالشكل تمام كده. تمام، هنقفل الانبوت وبعدين نخش تحت هنا هنحط ديف ديف ده دي اي دي، الاي دي دوت هيكون عبارة عن فاليديشن سيرفر زي داتا فيدباك فاليديشن دي كلها على بعضها عشان نخلص التاسك اوكي تمام كده. وبعد كده بعد كده كلاس هنديله كلاس، الكلاس دي هتكون valid feedback feedback تمام كده، وهنقفل ديت. وجوه الديف هنقول له من فضلك اختار مدينه متاحه هنا يا جماعه هتلاقي هنا ادي الاسم الاول مصطفى اسمه اخير الزايدي، وهنا المدينه وكاتب لك من تحت من فضلك اكتب ايه المدينه اهي بتاعها تستطيع تكتب المدينه اوكي. طبعا انا باللون الاحمر على اساس ان هي انفاليد، اللون الاخضر ده معناها انفاليد، يبقى دي فاليد ودي ان ايه انفاليد تمام كده. تمام طيب نكمل. بعد ما عملنا ده في الرو احنا هنا في الرو هنخليها زي ما احنا هنا في الحته ديت نعمل ديف تاني اوكي
ضيف دوت برضو هتخلي له كلاس كولم 3 كولم دي 3 وام بي 3 كلاس كولم داش ام بي 3 تمام كده، وهنعمله ليبل. ممكن ناخد له كوبي بيست عشان نريح الدنيا، هناخد الليبل ده كنترول سي هنا كنترول في، وبدل فاليديشن سيرفر 03 هنخلي فاليديشن سيرفر 04، وهنكتب هنا بدل المدينه تبقى المركز. المركز اوكي تمام كده تمام. طيب عايزين نعمل هنا سيلكت منيو، سيلكت تمام كده، والسيلكت ديت هيكون فيها كلاس كاستم سيلكت ويز انفاليد كلاس كاستم داش سيلكت سيلكت اوكي كلاس كاستم سيلكت، وبعد كده از انفاليد از داش انفاليد تمام كده تمام. وبعد كده نديها اي دي، اليو اي دي دوت هيكون فاليديشن سيرفر 04 فاليديشن سيرفر 04 تمام كده. وبعد كده هنخلي ال ايدي ديسكرايب ات باي فاليديشن سيرفر 04 فيدباك، واخليها ريكوايرد، نخلي هنا في اريا كده فاليديشن سيرفر 04 فيدباك فاليديشن سيرفر 04 فيدباك باك بهذا الشكل تمام كده. وبعد كده هنخليها ريكوايرد ريكوايرد بالشكل ده كده. بعد كده نقفل ايه السيلكت بتاعتها تمام. جوه السيلكت ده هنعمل اوبشن تمام كده، والاوبشن ده هيكون سيلكتد ديسيبلد سيلكتد هيكون ديسيبلد تمام كده، والفاليو بتاعته مفيش تمام كده. وهنحط له تكست هنا اختار تمام كده، وبعدين هنحط كمان اوبشن فص 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 اوكي تمام كده. وهنحط اوبشن اخير هيكون الاوبشن ده عباره عن ايه تمام كده تمام. سيلكت ادي كنترول اي كنترول اس. طيب هنيجي نعمل ديف الاخير تبع السيلكت تمام كده. هنعمل ديف تاني وهنديله اي دي، الاي دي ده هيكون عباره عن فاليديشن سيرفر 04 فيدباك هي دي كنترول سي، نحطها هنا كنترول في اوكي، وقبل ما نقفلها نديها كلاس انفاليد فيدباك كلاس فالنت فيدباك هي دي تمام كده. وهنقول جواها من فضلك اختار مركز مناسب فضلك اختار مركز تمام. وهنيجي هنا كمان هنعمل برضو دفاية فيها الرمز البريدي، يبقى هنيجي هناخد دي
الهاتف، طبعا انا يستحسن اي حاجه تعملها اوبن تاج او تعمل الاوبن تاج بتاع هاتك للتاج بتاعك، خاصه تاخدها ايه نسخ باسك. تمام كده، وهتكون فيها ليبل برضو فيها رمز البريد، يبقى هناخد الليبل ده. وهنكتب هنا 05 وهنكتب هنا الرمز البريدي بس. تمام كده، وبعد كده هنبتدي نعمل انبوت عبارة عن تكست. تمام، بنفس الأسلوب في اللي فوق ده. تمام، هناخد ديت كلها أسف كنترول سي، وهنحطها هنا كنترول والفي. اوكي، هتبقى برضو عبارة عن input type بتاعه text، الكلاس بتاعته form control is invalid. تمام كده، والـ ID بتاعه بدل ما هو validation server 03 هنخليها 05، والـ area feedback برضو هتبقى على 05. اوكي، control s، ده الـ input اللي انت عاوز تحطه. وبعد كده هو هيكون required برضو، هتبتدي تعمل ديف جديد. جديد للفيدباك، تاخد برضو اللي هو الديب بتاع الفيدباك ده كله على بعضه من هنا، بعد غير شوية حاجات كنترول سي، نحط هنا ايه كنترول في، هيكون ديف اي دي فاليديشن سيرفر 05. اوكي، الكلاس انفاليد فيدباك، كلاس انفاليد فيدباك. وبدل ما نفرق اختار مدينة مناسبة أو مركز مناسب، هنكتب هنا أدخل رمز بلدية مناسب مسموح أدخل رمز بلدية مناسب مسموح به. اوكي، كنترول اس. تمام كده، وقفنا لحد هنا. انا اقف كنترول اس، نشوف كده اللي هيحصل ايه. تعالى نضغط في 12 ملف مفاتيح، وهنبص هنا هنلاقي الاسم الاول. تمام كده، بص يا جماعه مكتوب فيه مصطفى، الاسم الاخير الزويدي، ودول فاليد. المدينه تحط انت المدينه، هو بيقول دخل مدينه مناسبه على كل المدينه. اختار مركز مناسب، هتفتح ديت وتختار ابو القباص. تمام كده، الرمز البريدي 61611، وانا كنت بالشكل ايه بالشكل دوت. وهي بيقول لك من فضلك اختار مركز مناسب وادخل رمز بريدي مناسب. شايفين شكل الفورم بدا يتكون مع الفيدباكس بتاعتها، ومع الفاليديشن او الان فاليديشن بتاعتها، ومع التوزيع بتاعها على الكولن اللي موجود. تمام كده، خلي بالكم دول عملناهم على 6 كولن ميديوم، 6 ودول عملناهم على كولن ميديوم ايه 3، ولا واحده 6 و2 3 3. تمام كده، تمام. طيب تعال نكمل بعد كده. هنشوف في شويه حاجات لسه برضه، بس كده كويس يعني، احنا كده ماشيين تمام. ده فورم هو، احنا مش عايزين الفورم، احنا عايزين نخش جوه الفورم نفسها على طول مباشرة. يعني احنا لو في المكان دوت هنيجي في الحتة دي ونعمل ديف جديد. ديف جديد، والديف دوت هنديله كلاس فورم، كلاس فورم داش جروب. اوكي، وهنزل تحت كده جوه الفورم دوت، هبتدي اعمل فورم تشيك، اعمل ديف. الديف ده هديله كلاس فورم تشيك. يعني ده عباره عن تشيك بوكس هينزل دلوقتي. تمام كده، وهخش جواه وابتدي اعمل لي انبوت. الانبوت دوت هياخد كلاس فورم تشيك انبوت ويز انفاليد، يعني مش شغال. فورم كلاس فورم تشيك انبوت تشيك انبوت. تمام كده، وبعد كده هياخد برضه ايه از انفاليد.
اس داش لكم بشكل مود تعمل كده وهياخد تايب بتاعه تشيك بوكس تشيك بوكس تمام كده وهنديله فاليو مفيش وهنديله اي دي انفاليد تشيك 3 هنديله اريا ديسكرايبد باي الفاليد تشيك 3 فيدباك وهنخليه ريكوايرد داش ديسكرايبد باي ديسكرايبد باي تشيك 3 كده فيدباك الليمبوت بعد كده هنعمل ليمبوت تاني الليمبوت وفي الليمبوت ده هنديله كلاس كلاس هتخليها فورم تشيك ليمبوت تمام كده وندي لها فور الفور ده هيكون للانفاليد تشيك اوكي تمام كده وبعد كده هنقول له موافق على برضه ايه راح موافق اعلى فيدباك اوكي ونديها كلاس كمان كلاس انفاليد فيدباك كده وبعد كده هنقفل ديت ونقول في الديف دوت يجي موافقة على البنود قبل الاستمرار اوكي تمام كده وعمل كنترول اس واشوف 12 بلوحه المفاتيح وانزل تحت بص يا جماعه هتبص تلاقي هنا موافق على البنود الاحكام والديش بتاعها والكتاب تحت يجب موافق على البنود الاحكام طبعا انت بتبت يعني احنا بنحاول نعمل فورما وكانها الفورما دي شغاله على سيرفر وانت بتدخل او ما بتدخلش وفي حالة لما يكون الادخال صحيح بيديك علامه زي كده صح وفي حالة لو كان الادخال خطا بيقول لك ان في خطا بقى لازم تعمل حاجه احنا بنحاول نعمل سيميليتنج لحاجه زي كده تمام كده
اللي بي اس بي للنسر بس نشوفها. ده موافق على الديد ومش موافق، وانت كده بتعمل سيجنيتشر يعني الحاجه دي فاليد او ايه او فاليد على حسب ما انت ايه عاوز. كل ده بس ديزاين يا جماعه، ما فيهوش اي حاجه ايه ده تمام كده. طيب ايه اللي محتاجين احنا نعمله كمان؟ محتاجين ان احنا نحط بوتن لارسال تمام كده، والبوتن ده هيبقى سهل. هنيجي هنا هنيجي قبل الفورم ما تخلص تمام كده، ونروح عاملين بوتن بوتن. انا ما خدناش البوتونات بس يعني بس سوليوشن برضه بوتن كلاس. الكلاس ده يكون بي تي ان، بي تي ان بي تي ان هي برايمري 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 تمام كده. والتايب بتاعه سبميت، تايب عبارة عن سبميت تمام، وهيكون مكتوب فيه ارسال البيانات الان. كنترول اس وفي مشروع المفاتيح تعمل صلاح حصل ايه. ادي البوتن اهو، وادي الفورمه كلها على بعض. يبقى دي الفورمه اللي احنا كوناها، فيها الاسم الاول، فيها الاسم الاخير، فيها المدينه، فيها المركز، فيها رمز البريدي، فيها الموافقه على البنود والاحكام، فيها كمان ارسال البيانات، وفيها الحاجات اذا كانت فاليد ولا انفاليد، والفيدباك بتاع الفاليد او الانفاليد شغال معانا. طبعا انت لو عايز معلومات كتيره او معلومات اكتر من كده، طب شغل النت تمام. لو انت عاوز معلومات اكتر عن الموضوع دوت، بتروح انت داخل في البوت ستراب، البوت ستراب اهو تمام كده. دخلت على البوت ستراب في الدوكيومنتيشن بتاعتك، هتلاقي فيه الكومبوننتس، وجوه الكومبوننتس هتلاقي الفورمز، هتلاقي كل دي مواضيع على مين على الفورمز. اقعد بقى مزمز فيها انت براحتك، واشتغل فيها براحتك لين ما تطفش منها لحد ما تطلع منها اللي انت عاوزه زي ما انت عاوز. كلها حاجات موجوده عليها على الفورمز. احنا بس احنا عطينا ايه فكره عن الفورمز وشغل الفورمز. بكده يا جماعه نكون خلصنا الحلقه دي النهارده، وان شاء الله باذن الله تعالى نلتقي في حلقات جديده. اذا عجبك الفيديو يا ريت تعمل لي كومنت لايك شير ليه، واذا عجبتك القناه تعمل لي سبسكرايب داخل القناه. كلكم شاكرين. كان معاكم مهندس مصطفى عبد القادر الزايدي من قناه مصطفى الزايدي للعلوم والحاسب، والسلام عليكم ورحمه الله.